اخواني اخواتي، اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع اخر اخبار فريق الوداد الرياضي. خلف غياب يحيى جبران قائد الوداد الرياضي جدلا في اوساط محبي الفريق بعدما رجت بعض الاشاعات ان انباء تفيد ان اللاعب رفض اتمام موسم مع الفريق ورحيل المنتخب في الصيف المقبل مع نهايه عقده. واكد مصدر مقرب من الفريق ان اللاعب عانى من اصابه في الفتره الماضيه واحتاج الى فتره راحه، ومن ثم اتباع برنامج تأهيلي خاص. وأضاف أن اللاعب تم البرنامج الخاص وأصبح جاهزا للمشاركة مع المجموعة بداية من المباراة المقبلة أمام حسنية أكادير غدا السبت لحساب الجولة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي. ووجهت الجماهير الودادية دعوة خاصة للمدرب عزيز بن عسكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدل النتائج السلبية التي يمر منها الفريق، وطالبت من المدرب منح فرصة للاعبين الاحتياطيين الذين لم ينالوا الفرصة لإبراز مؤهلاتهم وفقة المدربين السابقين، وذلك الوقوف على إمكانيتهم قبل الحسم في لائحة المغادرين والتعرف على قدراتهم الفنية والتقنية فيما تبقى من مسار الدوري الاحترافي لهذا الموسم. وتحدثت بعض المصادر أن هشام إسمنا قرر رسميا الترشح لرئاسة الوداد الرياضي، ولقد عقد سلسلة من الاجتماعات مع منخرطين وأفراد لهم وزن داخل الفريق، وينتظر أيتمنى أن يتم تحديد موعد عقد جمع العام الانتخابي المقبل نهاية الموسم الجاري من أجل الترشح بصفة رسمية لرئاسة الوداد الرياضي ليخلف عبد المجيد البرماكي الذي تم انتخابه في الجمع العام الأخير. استودعكم الله، والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته.